حالة من الحزن خيمت على مواقع التواصل في المغرب بعد وفاة التيك توكر الشهيرة شيماء بن سعيد. شيماء كانت تخضع للعلاج من داء السرطان الذي باغتها في عز شبابها وقلب حياتها رأسا على عقب قبل أن يهزمها وتفارق الحياة. الكثيرون عبر مواقع التواصل عبروا عن أسفهم لرحيل شيماء البالغة من العمر 28 عاما، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو لها مع زوجها توثق مراحل عديدة من حياتهما معا ووقوفه إلى جانبها بعد إصابتها بالسرطان. يذكر أن شيماء توفيت بعد أشهر قليلة من زواجها من المؤثر المغربي نور الدين إبراهيمي المعروف بنوري، إذ أقيم حفل الزفاف عام 2023 واعتادت الراحلة على مشاركة يومياتها مع زوجها. وشيماء تيك توكر مغربية من مواليد عام 1996 من الدار البيضاء، درست في المعهد العالي للموسيقى في الرباط، ويتابعها ما يزيد عن 1.5 مليون متابع عبر مواقع التواصل.